الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وآله وصحبه الطيبين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. لا نزال مع السلسلة الرمضانية المباركة التي هي بعنوان أخطاء شائعة في العقيدة والعبادات والمعاملات، نسلط فيها الضوء كما مضى ذكره على بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس إما عمدا وإما جهلا وإما سهوا وإما ذهولا في باب الاعتقاد وباب الإيمان والتوحيد، وكذلك بعض الأخطاء في باب العبادات كالصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج وغيرها، إضافة إلى موضوع المعاملات كالتجارة والزواج والطلاق وغيرها. المسألة الثانية التي نتكلم عليها هذه الليلة إن شاء الله تعالى هي مسألة دعاء واستغاثة العبد بغير الله عز وجل. لا شك أيها الإخوة الكرام أن من المعلوم اضطرارا في دين الله أن الدعاء عبادة، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لا إله غيره عز وجل. ولكن أحيانا بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب العادات والتقاليد أو التأثير من الخارج أو ميراث الأجداد قد يقع في شيء مخالف ومناقض لهذا المبدأ العظيم. ربنا عز وجل يقول في سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذن يكون الإنسان ظالما لنفسه، يعني الشرك، لأن الله تعالى يقول في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا دعونا غير الله فقد ظلمنا أنفسنا قبل أن نتعدى على حق خالقنا سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والراوي الصحابي قال: وأنا أقول من مات وهو يدعو وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. فليبشر الذي يحصر عبادة العبادة والدعاء لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، ورد في لفظ مخ العبادة، ولكن الصحيح أنه الدعاء هو العبادة. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء يتضمن سواء دعاء العبادة، كونك تصلي أو كونك تدعو أو كونك تذكر الله، هذه دعاء. ودعاء الطلب والمسألة عندما تقول: يا ربي أعطني أو اشفني أو هبلي أو ارزقني، هذا دعاء. هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. فهذا إذا صرفنا منه شيئا فقد اعتدينا على حق الله عز وجل، وهذا أمر واضح وضوح الشمس في رائعة النهار. إذن بعض الصور التي قد يقع فيها الناس ورأيناها وشاهدناها: الطواف بقبور الصالحين. بعض آبائنا وأمهاتنا غفر الله لهم منذ القديم وبقيت قليلة في بعض المناطق، قد يطوفون بقبر أو يقفون خاشعين عند قبر معين، ونجد هذا حتى عند بعض قبور أئمة الشيعة في إيران وفي النجف وفي الكوفة وغير ذلك، هدانا الله وإياهم، يقفون عند قبور الأئمة أو الصالحين الأولياء وقوف الخاشع بين يدي الله، وهذا منافي للتوحيد والإيمان والعقيدة. فالطواف بالقبور مهما كانت نيته فهو خطر عظيم وخطيئة فادحة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، إلا أن يعذره الله بالجهل أو يعفو عنه. وإلا فالأصل أن الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق كما جاء في سورة الحج هي عبادة خالصة للمولى عز وجل. من ذلك سمعنا في بعض البرامج التلفزيونية بعض نساء وعجائز: ذهبنا إلى قبر امرأة صالحة يقال يما فلانة أو سيدي فلان، وقالت إحداهن: نأتي هنا بالنية وندعو ونتقرب ونتصدق هنا، فبفضل هذه المقبورة أي الميتة تزوجت بنات وأنجبت أولاد وغير ذلك. هذا أمر في غاية الخطورة أيها الإخوة الكرام. نبهوا أمهاتنا وآباءنا ونساءكم وأولادكم على أن دعاء غير الله أو حتى المرابطة عند قبر بحجة أنه قريب إلى الله شبيه بتقرب المشركين إلى ربنا عز وجل بعبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قالوا إنما نقر يعني نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، والله لا يحتاج إلى وسيط. فالوساطة تاع النبي عليه الصلاة والسلام وساطة تبليغية علمية كونه مبلغا عن الله. أما أن إنسان حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يطاف به، أنتم تلاحظون في موسم العمرة والحج ناس قائمين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنعون الناس
من كثرة الخشوع عند القبر، وقد منع سيدنا مالك هذا وقوف الخاشع أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك من دونه. كذلك الاستعانة من الأمور التي يقع فيها المسلم والمسلمة أحيانا، الاستعانة بغير الله. كيف ذلك؟ يجي نعيض واحد يقول يا رسول الله، يا الوالدين، يا أمّا، يا أبوي. وهذه واقعة وسمعناها ونبهنا عليها، هذه استغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه، لأنه إما غائب أو ميت كالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أنت كيف تقول يا رسول الله وهو ميت الآن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ إذن نقول إن هذه العبارات مخالفة ومناقضة ومنافية تماما لجناب التوحيد. ولهذا لا بد أن الإنسان يحاول أن يتعلم ويميز مسائل التوحيد من مسائل الشرك، لأنها اختلطت عند كثير من الناس، وأن يعود إلى أهل الاختصاص ليميز له بين هذا وهذا، وأن يعني ندعو الدعاة والأئمة والخطباء والعلماء إلى التنبيه إلى هذه الأخطاء الشائعة ووضعها في مؤلفات أو في مدونات أو في منشورات، حتى بمرور الزمن والحمد لله يتخلص منها الناس ويتوبون إلى الله منها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستجيب دعاءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والصائم بإذن الله تعالى دعوته مستجابة عند الله عز وجل. فندعو الله عز وجل بالخير للعباد والبلاد. تقبل الله صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.